راضنا عجزك المساي والدعاء من تجز منكم بنا وليس لنا سواك من أمل فليأتنا منك ما لجودك الفرج أضاق أمر بنا إلا جاء فرج بجود من جود ما شابه سمج يعفو ويصفح عن زلاتنا ولنا يعطي من الفضل ما تعلو به الدرج أحسبنا الله في الأمور قاطبة يا يزاح البلاء والحزن والحرج لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إن المراد من إيجاد الخلق إيجاد أحمد لبات خلقه إن المراد من إيجاد الخلق إيجاد أحمد لبات خلقه أكرم من تظله الخضراء وخير من تقله الغبراء على مراتب الشهود الذاتي تفضلا لسيدي سدات به إيجاد العالم العلوي مع إيجاد العالم السفلي بجاه خزائن الأرزاق تفتح للوجود بالأبق بنوره أضاء ما في الكون وأعطي العباد سر العون يدع عليه بالخطاب والشهود تفضلا لدى القيام والسجود جعله إمام رسل الكرام في مسجد الأقصى وفي كل مقام جعله وسيلة الأنام وخصه بأعظم العظام دعم الدعاة قوم عيسى به واحكم بكل خصلة عليه دعم الشهود لذات ذاتي فغاب بذات مالات دهر الدهار لكتابه شديد لا اختشى تحريبه ألا حين هو المراد من جميع الخلق هو المكرم بعز السبق صلى الله عليه وسلم هو السراج في السماء والأرض هو الشفيع كلنا والبعض هو الذي أعطي ما يشاء ومثله لم تلد النساء الله ما في الأرض والسماء كفني أحمد من أشاعي أدود واد خلقه بالمصطفى أكمين إكرام لهم كفى آمن البعض به والبعض حق عليه القول ثم الرفض سويت عنك زينة الحياة كان حظك شهود ذات صلى الله عليه وسلم زينة روس الله في الغبراء أنت وأنت زينة السماء زل عن الصواب والمعاني من لم يراك سيد الأكوان حسبك من مدائح خليلي ما قد أتى بمحكم تنزيلي حسبك من مدح ابن عبد الله صعود لسدرة التناهي هداني القياس من عنه قال خير من
ملائك الكرام وصعد طه إلى مجلس للعقل محال بي وخاطب إله مجد طاب أصوله وطاب الفرع فعم الشرع وعم النفع طهره من قبل ذا زمان من قبل ذا من أكرم أحب ذلك النبي الأكرم ما نزله من الورى مقدم أحب ذلك الإمام الراتب من لم تنال بغير المراتب أليتني كنت ترابا عليه وليته أكرمني بوصلي أليتني كنت ترابا عليه وليته أكرمني بوصلي كل نبي يوم يبعث البشر تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استقر كلهم يدعى إلى الشفاعة لم يجيب داعي تلك الساعة كل إذا شد ذو افتغاري وهو في غنى بفضل الباري ليس له بالعالمين عدله وهو بما يثنى عليه له ما كان الوجود في الوجود ولم يكن لنا ركوع والسجود لأجل خلقت الأشياء وبسط الأرزاق والألاء من ادعى عنه غنى بمذهبي فهو إلى طرق الهدى لم يذهب من نظر الله بعين البصر كيف يقاس بجميع البشر أن جعل الله رضاه برضاه عناية سيقاس بسوى نبأه من قبل خلق آدم كان عالما بسر العالم صلى الله عليه وسلم